موضوعنا اليوم حيكون عكس المواضيع اللي حكيناهم قبل. موضوع اللي حنحكيه حيكون كيف نقدر نزيد وزننا بطريقة صحية وندير بالنا على كسماتنا وما يطلع فيه عنا الديفكتس العجل والكرش والمشاكل اللي ممكن تطلع بكسمنا. أول إشي بقدر أقول لكم إياه، لازم نزيد من عدد الوجبات اللي إحنا بنتناولها باليوم. يعني فلنفرض إحنا بناكل 5 وجبات بدهم يصيروا 7 لـ9 وجبات. طب 7 لـ9 وجبات بس بدهم يكونوا نقريش؟ لا، دائما بدنا نحافظ على الفطور وعلى الغداء وعلى العشاء، بدها تكون كمية الكربوهيدرات اللي موجودة بالوجبة عالية جدا. حتى لو إحنا ما قدرنا نخلص الصحن اللي قدامنا بنتركه على جنب ما ينكب ونرجع ناكله بعد نص ساعة لما تصير معدتنا قادرة تتحمل تاخذ أكل كمان مرة. من أكثر التبس اللي بحب نركز عليها بزيادة الوزن الزيتون. الزيتون من أكثر الأكلات اللي إحنا بنحبها، موجودة قدامنا بنقدر نقرشها. بفضل ناخد 7 حبات زيتون مع كل وجبة. التبس الثاني اللي بقدر أعطيكم إياها، الجبنة الصفراء، بنقدر ناخد قطعة جبنة صفراء مع الفطور ومع العشاء زيادة. الإشي الثالث اللي بقدر أقول لكم إياه، ركزوا على التمر. إذا قدرنا الصبح أول ما نفيق ناخد مع فنجان الشاي أو القهوة أو إيش إحنا عم نشرب الصبح 3 تمرات، بنقدر ناخد السكر اللي إحنا بحاجة إله، بنفتح شهيتنا. في ناس بيقول لك انا ما بقدر افطر، ايش اعمل؟ المشكله انه احنا ما نفطر، لانه اذا احنا ما افطرنا ما حنشغل جسمنا وما حنخليه يبلش يحرق من اول وجديد. مشان هيك وجبه الفطور هي البنزين لجسمنا الصبح، اذا اكلناها حيبلش جسمكم يحرق، حتبلشوا تجوعوا. السناكس اللي بالنص بين الوجبات بنكون دايرين بالنا فيهم، لانه احنا بنحاول ناخذ من هالفواكه، بنحاول ناخذ الخضار. اذا احنا كان جاي على بالنا من الحلويات بنفضل نروح للكوكتيلات اللي هي من العصائر الفريش اللي موجوده. الحلويات الثانية مثل الشوكولاتة والتشيبس وهي الأشياء نحاول نقلل منها، لأنه إحنا عم ناخد الزيوت الضارة جدا. نركز على شرب الماء عشان ننظف جسمنا أول بأول. مسموح نزرق وجبة مرة بالأسبوع من الأشياء اللي أنتوا جاي عبالكم إياه. هيك بنكون ضمننا إنه أخذنا نصائح سريعة كيف تزيدوا وزنكم بتبس صغيرة. رمضان كريم عليكم، إن شاء الله بنشوفكم بالحلقة الجاي.